الحكومه كتحترم راسها واي وزير فلاحه كيحترم راسه من بعد الكارثه ديال عيد الاضحى والضرب في الكرامه ديال المواطنين. كان على وزير الفلاحه انه يستقل، اي حكومه وزيرها كان خصو يستقل، لان حشومه اللي وقع للمغاربه، حشومه هذيك الكارثه ديال العيد، حشومه اننا في الدواور ما نقدروش اننا نشريو، في الاسواق ما نقدروش اننا نتحركوا. شكرا سيده النائبه، انتهى الوقت. هي صعبه، وملي كتهضروا على المستقبل اولا كنقول الله يرحمنا بالشتاء، راه الا ما كانت الشتاء راه ما كاينش حلول. ثانيا احنا فين عمرهم بقاو بلا عيد؟ فين عمرهم عيدوا بالخروف الصغير بالحوليه وبالمعزي حيت ما عندهمش؟ فين عمرهم تشاركوا في الحولي حيت ما عندهمش؟ فين عمر الخروف الصغير تباع اخوان ما يذكر بها العاوتاني بالبرلمان على وزير الفلاحه وعلى عزيز اقنوش وعلى الحكومه ديالو بعد الكارثه ديال العيد، وكملوها وجملوها بموازين اللي رفعوا شعار ديال الماسونيه قدام العالم. تفاصيل اللي هي جد صادمه غادي نتعرفوا عليها في هذه الحلقه، وغادي نتعرفوا على الروينه والقربله اللي نايضه بالبرلمان وبالضبط بمجلس النواب. فبلا ما نزيد نطول عليكم اعطيوني ودنيكم مزيان. تفضلي السيده نائبه. شكرا السيد الوزير. السيد الوزير، المغاربه دار الكرم والعيل الكبيره، فين عمرهم بقاو بلا عيد؟ فين عمرهم عيدوا بالخروف الصغير بالحوليه وبالمعزي حيت ما عندهمش؟ فين عمرهم تشاركوا في الحولي حيت ما عندهمش؟ فين عمر الخروف الصغير تباع بالثمن ديال الحولي الكبير؟ المغاربه هذا العام السيد الوزير عيدوا بالحوليه اللي ضاره. سيد الوزير علاش تخليتوا على المغاربه وخليتهم منهم للشناقه؟ لا حنين لا رحيم، لا متابعه في الاسعار، وما تدخلتوش في الاسعار المهوله اللي وصلها الحوليه مات العيد. علاش المغاربه ما لقاوش الحولي اللي تنهار العيد؟ علاش بكيتوا المغاربه؟ خليتوهم منهم للشناقه كيف قلت؟ علاش حسستوهم بالعزلين نتوما مسؤولين عليه؟ اش غتقولوا للمغاربه والحولي ديال التسيير اللي ما مريضش واللي ما ماتش مازال مسدود عليه حتى يتباع بالجزاره بالثمن؟ فين هي الاموال ديال المال العام اللي عوض ما تبان على المغاربه وعلى الكسابه استفدوا منها المستوردين ديال الحولي؟ في الحقيقه بصح نيت نتوما حكومه محترمه. انتهى الوقت، الكلمه لكم السيد الوزير، تفضلوا. شكرا السيده الرئيسه المحترمه، سيده الساده النواب المحترمون. فكما كتعرفوا بان هذا القطاع ديال التربيه الماشيه كيواجه عده اشكاليات هذه عده سنوات، هذه السنه الثالثه على التوالي، والمواجهات لهذه الاكراهات قامت الحكومه يعني بشكل مستمر بدعم الاعلاف والحفاظ على مجانا على صحه القطيع وفتح الاستيراد، وخصوصا التدابير ديال البرنامج تحضير العيد الاضحى مع دعم الاستيراد. فكان هناك ترقيم ديال 6.3 مليون راس، الاستيراد ديال 474312 راس بمبلغ اجمالي ديال الدعم ديال 237 مليون ديال الدرهم، وكانت هناك استيراد كذلك ديال 41000 راس خارج هذا الدعم منذ بدايه السنه. والتمويل السوق من اللحوم الحمراء خلال الاشهر المقبله كتستمر الحكومه طبعا في الاعفاء من رسوم الاستيراد والضريبه على القيمه المضافه على الاغنام والابقار. هل هناك من تعقيبات اضافيه في هذا الموضوع؟ تفضل السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، صرحت قبل قليل على ان هذه السنه الثالثه اللي تتعرف مشاكل، وصرحت السنه الماضيه بان هذه السنه غتكون استثنائيه للدعم، ثم هذه السنه صرحتم بنفس الكلام. طبعا بصراحه وبعيد على كل مزايده، وزاره الفلاحه هذه 18 عام وهي في نفس اليدين، ماذا وقع؟ اين هي الاستباقيه اللي المفروض تكون باش نتقدموا؟ وشكون المستفيد من الدعم؟ فين وصلنا مع ذاك الجمعيه المعلومه اللي عندها علاقه بهذا الشيء؟ هذا كله الكساب الاجنبي هو اللي تندعمه في الحقيقه حاليا، لانه اصبح تبيع بسهوله القطيع ديالو. هذا الملاير الدعم كان يمكن لها تمشي الفلاح المغربي، وطلبنا هذا الشيء اكثر من مره. تنقول له ودي بالمناسبه في الوقت كوفيد هذاك اللي ضاعت له 300 تراس من القطيع ديالو ندعموه ب 150. السيدة الوزيرة، بغيت نهنئ هذه الحكومة على نجاحها في تحسين القدرة الشرائية لعدد من المواطنين، واللي كيبان لي ماشي كاع المواطنين يمكن يستافدوا
ولهم الشرف ان يكونوا من هذه الفئه، اللي هو اكيد ان السيده الوزيره ان ملايين من المغاربه ما جبروش باش يشريوا الحولي ديال العيد هذا العام، والمؤكد ان هذه الملايين من المغاربه ما عندهاش علاقه بديك الفئه اللي كتهضروا عليها دائما، والاكيد كذلك ان جزء مهم من الموظفين واللي بالمناسبه بداو كيتسلفوا من دابا، حيت الاجره ديال الشهر وشهرين سالات بسبب الغلاء والجشع وغياب المراقبه، حتى هما ما دخلوش في ديك الفئه اللي كتهضروا عليها دائما، والاكيد كذلك ان الفئه اللي كتهضروا عليها ما فيها صحاب الطاكسيات اللي كنركب معاهم يوميا وكيشكيو كل نهار دراما. اي حكومه كتحترم راسها واي وزير فلاحه كيحترم راسه من بعد الكارثه ديال عيد الاضحى والضرب في الكرامه ديال المواطنين، كان على وزير الفلاحه انه يستقل، اي حكومه وزيرها كان خصو يستقل، لان حشومه اللي وقع للمغاربه، حشومه هذيك الكارثه ديال العيد، حشومه اننا في الدواور ما نقدروش اننا نشريو، في السواق ما نقدروش اننا نتحركوا. شكرا سيده النائبه، انتهى الوقت. شكرا. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ تفضل السيده النائبه. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، اللي وقع في عيد الأضحى اللي داز كان فعلا استثنائي، ارتفاع غير مسبوق في أثمنة الأضاحي، غياب الوفرة في العرض وفي الجودة، وبالتالي كانت معاناة للمواطنين. بالرغم من التدابير اللي اتخذتها الحكومة لتأمين وفرة العرض في الأسواق، إلا أنه مع التأخر في منح التراخيص للمستوردين واقتراب موعد عيد الأضحى، كان هناك ارتفاع في أثمنة الخروف في أوروبا وخاصة في إسبانيا، اللي رجعت تدرك تماما أهمية هذا العيد لدى المغاربة. لذلك السيد الوزير المحترم، إذا كانت الضرورة تستدعي الاستيراد في السنة المقبلة وتفاديا لتكرار مواقع هذه السنة، فإننا نقترح اتخاذ إجراءات استباقية خاصة على مستوى فتح التراخيص على بعد أشهر كافية من موعد العيد، كما نقترح تنويع الموردين لكي لا يكون حكمنا على دول دون أخرى، وباش يتمكن المواطن المغربي من الاستفادة لأداء هذه الشريعة الدينية. شكرا. وشكرا سيدة نائبة. شكرا. تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد نائب. اسمح لي، تفضل السيد. شكرا سيد الوزير. اجواء العيد هذه السنه مرت كما يعرفها الجميع بايجابياتها وسلبياتها. احنا ما نوقفوش على غلاء الاضحيه والشناقه والمضاربات، ولكن سيد الوزير احنا لا نشكك في النزاهه ديالكم والكفاءه اللي كتدبروا بها القطاع. المشكل فين كيتعلق بهذه المساله ديال سلسله التوزيع، هنا فين كاين الخلل وفين كاين المشكل سيد الوزير. من خلالكم بغيناكم، لان هذه المساله عندها طابع افقي، ماشي وزاره الفلاحه، ما يمكنناش نحملوا المسؤوليه لوزاره الفلاحه بوحدها، كاين مراقبه الاسعار، كاين قطاعات اخرى. لذلك السيد الوزير نلتمس منكم دار واحد اللجنه باش نقيموا الوضع ديال هذه السنه وتجيبوا لنا الاحصائيات. كاين دابا كيقولوا كاين واحد المجموعه ديال القطع اللي مخبعه في الكواره مازال ما توزعتش، وانتم يمكن تطورونا في المستقبل بها باش نتفاداو الاخطاء ديال هذه السنه. شكرا سيدي، انتهى الوقت. هل هناك، تفضل السيد نائب. السيد الوزير، بفضل الله سبحانه وتعالى والتوجيهات الملكيه والتدابير الحكوميه والمجهود ديالك السابه المغاربه، الحمد لله العرض كان بوفره رغم سنوات الجفاف المتتاليه. صحيح السيد الوزير ان الاثمنه هذه السنه كانت مرتفعه بالمقارنه مع السنوات الماضيه، لكن من المسؤول عن هذه الاسعار التي في الاصل تخضع لقانون السوق العرض والطلب؟ السيد الوزير، المسؤول الحقيقي هما الاصوات الغير المسؤوله اللي كانت كتشوش وكتغلط على المغاربه وكتطلب منكم الغاء هذه الشعيره وكتقول بان الحولي ما غيكونش هذا العام وغيكون قليل. سيد الوزير، هذه الاصوات خلقت الخوف والرعب والقلق لدى المواطنين، هذه الاصوات استغلوها الشناقه باش يرفعوا الاثمنه. شنو اللي خلى الفلاح كيبيع الحولي ب 3000 درهم وكيشريه المواطن ب 5000 درهم؟ سيد الوزير، اليوم اذا كنا غنقولوا شي حاجه غنقولوا شكرا لكم على التدابير اللي خديتوها، لانكم دعمتوا الكسباتيلات هذا الموسم، دعمتوا الاستيراد اللي ساهم في تخفيف الاسعار وفي دعم القدره الشرائيه للاسر. كنشكروا الكساب المغربي اللي دار المجهود، وكنطالبوا من هذه الاصوات الغير المسؤوله انها تسكت، لان الدرويش هذا العام كان ضحيه لهذه الاصوات. والسيد الوزير، وصلوا وفكروا في العام المقبل ودعموا الكسابه في هذا الظرف ديال الجفاف، دعموا الكسابه باش نحافظوا على الثمن ديال اللحوم وكذلك على الوفره للعيد المقبل ان شاء الله. شكرا سيد نائب. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ تفضل، تفضل السيد نائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير،
المساله ديال الدعم، الا كان شي دعم خصو يمشي للكساب ما يمشيش للتاجر واللي كيدير التجاره. الكساب اللي تم الاقبار ديالو السيد الوزير، الكساب اللي كانت عنده 100 ديال النعجه، ما هو اللي صبح شناق. دابا اللي كيتكلموا عليه بعض الاخوان هو اللي ولا شناق، لان الاعلاف غلات، وانتم عندكم معلومات كثير على هذه القضيه ديال الاعلاف. الشعير اللي كنتكلموا عليه الوحيد حتى هو راه ماشي ما مدعومش السيد الوزير، لان الدعم اللي بغى ياخذ دعم ديال الشعير، بغى ياخذ شعير خصو يمشي ب 70 كيلومتر، خسر 200 و300 درهم، ياخذ 10 الخناشي. السيد الوزير الله يخليكم تفكروا كساب، وراه الدعم خصو يمشي للكساب. وشكرا. شكرا السيد نائب المحترم. هل هناك من تعقيبات اخرى اضافيه في هذا الموضوع؟ الجواب لكم سيد الوزير على هذه التعقيبات الاضافيه. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيد الساده النواب المحترمون. دابا غير خاصنا نهضروا اخذ بعين الاعتبار هذه الظرفيه. راه الظرفيه ماشي سهله، الظرفيه صعبه. وملي كتهضروا على المستقبل، اولا كنقول الله يرحمنا بالشتاء، راه الا ما كانتش الشتاء راه ما كاينش حلول. ثانيا احنا منفتحين، عطيو لنا شي حلول، شنو هما الاليات اللي ما عملناش. وهذا الشيء ديال السباقي راه متفقين معكم 100%، ولكن ذاك الشيء اللي في الاستطاعه واللي كنعرفوا راه جاي، وهذا الشيء احنا ما عارفينش كيفاش كيكون السبب، راه هو الاشكاليه. راه الاستيراد ما راه استثنائي، كنعاود لا استثناء، معمرو كان عندنا ومعمرو كنا بغينا نديروه، كنا غير كنحافظوا على القطيع الوطني. فاذا هذه هي الحاله اللي كاينه، وذاك الشيء اللي كان من الممكن باش يدار راه دارته الحكومه. وطبعا احنا كنتفقين على عده امور اللي هضرتوا عليها، وهذا الشيء ديال التوزيع، وهذا الشيء ديال والكسبه. السيد النائب المحترم احنا راه كندعموهم، وراه ما عمرو قطعنا الشعير. طبعا نتفق معاك، الشعير ما كافيش بوحده، ولكن راه الدوله ذاك الشيء اللي كان يمكن. راه دابا الحال طال، هذه ماشي غير ثلاثه سنوات راه ديال الجفاف، راه كنقول لك ما عمرها كانت القطاع عرف هذا الحده. وهذا التاثير ديال هذا الشيء كان على القطاع يعني المواشي اولا، ودابا على القطاع ديال الانتاج في المناطق السقويه ديال لا الخضار ولا هذا الخضار. راه ما درتوش عليها هذه السنه هذه تقريبا، لان هذاك الشيء اللي دار راه كان عنده واحد التاثير كبير. طبعا احنا ما كنتمناو الله يرحمنا، ويرحمنا في هذا الصيف، ويرحمنا في البدايه ديال السنه المقبله. نظرا لبث القناة الأولى لنشرة استثنائية حول وصول المساعدات الطبية بتعليمات سامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، الموجهة لإخواننا الفلسطينيين بقطاع غزة، يتأخر البث التلفزي المباشر لهذه الجلسة إلى غاية الساعة 3:23. السيدة الوزيرة المحترمة، السيدات والسادة النواب المحترمون، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الموقر، تفضلوا. تفضل السيد الرئيس. شكرا سيدة الرئيسة المحترمة. طبعا الأولويات هي القضية الفلسطينية ولهبه صاحب الجلالة الله ينصره، ولكن كذلك للمغاربة الحق في تتبع أشغال المجلس. فأقترح عليكم إذا تفضلتوا باش ننتظروا هذه 20 دقيقة إلى حين البث إن شاء الله المباشر، ماشي مشكل. شكرا جزيلا. شكرا سيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيدة الرئيسة، أفرحتي صدورنا بهذا الإخبار، وما يمكننا إلا حتى حنا يمكننا خصنا نتبعوا، لأن هذا عمل ليس بسيطا اللي كيقوم به المغرب، خاصة في ظل الإبادة اللي كيقوم بها الكيان الصهيوني. ولكن في نفس الوقت السيدة الرئيسة، عندنا دستور واحد، هذا الدستور ما يمكنش نديروا فيه تمييز ان واحد النائب عنده بث ونائب اخر ما عندوش بث. الحكومه راه ما بغاش تبان في التلفزه، راه كتبان دائما، ولكن بالنسبه للنواب كيخص يوقع المساواه في البث وفي كل شيء. لذلك اقترح عليك السيده الرئيسه ان نرفع الجلسه الى الساعه 3:30، نمشيو حتى حنا نتبعوا هذا العمل الكبير اللي كيقوم به المغرب في مساعده اخواننا في غزه، ومع 3:30 بالضبط نبداو الجلسه ديالنا. تاخير نصف ساعه من اجل فلسطين ليس شيئا كبيرا. شكرا.
شكرا السيد نائب المحترم. اسباب ديال رفع الجلسه ليست في النظام الداخلي منصوص عليها، اقام الصلاه، وكذلك بالنسبه رفع الجلسه في حاله طلب احد رؤساء اللجان ذلك، يعني ما كاينش مقتضيات. لا لا لا، رفع لا رفع الجلسة كيكون إذا أحد رؤساء ديال المجموعات، أحد رئيس ديال الفرق، لا ماشي رؤساء ديال الفرق، رئيس ديال اللجان الدائمة في موضوع مهم. أسيدي تفضل. شكرا سيدة عائسة، شكرا سيدة عائسة. ونحن سعداء أيضا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بهذا الخبر، والذي نعتبره ليس بجديد عن جلالة الملك الذي ما فتئ يقوم بهذه المبادرات دعما ومساندة لإخواننا الفلسطينيين. فقط أقترح، لأن الأمر يتعلق بالمساواة الجميع أمام مساواة جميع السيدات والسادة النواب بما يتعلق بالبث العمومي، أقترح السيدة رئيسة حلا ثانيا، ويتعلق الأمر بانطلاق تديع الجلسة بأكملها بعد انتهاء هذا النشاط الرسمي، على أن يتم تديعها من مدة من انطلاقها. شكرا. تفضل السيد الرئيس، ماشي مشكل. السيدة الرئيسة، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، نظرا لهذا المعطى، أنا كرئيس المجموعة النيابية تطبيقا للمادة 148 أطلب رفع الجلسة للتشاور. شكرا. شوف السيد الرئيس المحترم، السيد الرئيس المحترم مع كل احتراماتي، السيد الرئيس المحترم، لا ماشي مشكل، السيد الرئيس المحترم مع كل احتراماتي بأنه نرفع الجلسة نظرا لأنه طلب السادة الرؤساء كذلك، السادة النواب متفقين كذلك، الموضوع هام، ولكن بأنه نقولوا المقتضى منصوص عليه في المادة 148، لا، هذا حدث استثنائي وفعلا هو يستحق رفع الجلسة من أجل تتبع هذه العملية، والله ينصر سيدنا على هذه المبادرة الطيبة. شكرا. رفعت الجلسة. إذا الإخوان، هاد الشهادة اللي كانت في هذا الفيديو في هذه الحلقة، ما تنساوش اللايكات، وما تنساوش أيضا تابعونا في القناة إلى كنتوا أول مرة كتشوفوها. إلى فيديو مقبل وإلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم.